السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر الهواتف اللي ظهرت أسفل الشاشة حتى تعطونا رأيكم باللي راح نعرضه لكم أو بالمواضيع اللي أنتم تردون تحجون بيها، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على رقم الواتساب المخصص لبرنامج صوتكم، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نتمنى أن تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من وين جتنا ومن اللي دازلنا ونقراها إن شاء الله. بداية مشاهدينا الكرام نبدأ حلقتنا، وأول ملف ويانا هو ملف شركات النقل الجوي العاملة بالعراق والمساوئ اللي جاية تصير بداخل المطارات العراقية، والمشكلة أنه الناس جاية تصور تحكي تقول، لكن إلى حد هاي اللحظة ماكو أي أحد قاعد يفتهم شنو الموضوع. تتكرر مشاكل المطارات الحكومية بكل فترة وثانية، الضحية دائما هو المواطن العراقي، فمن تأخر للرحلات الجوية إلى انقطاع المكيف أو أجهزة التكييف بداخل الطيارة إلى دب يتسبب بتأخر طيارة عن رحلتها. اليوم ترجع لنا مشكلة تأخر تسليم حقائب السفر للمسافرين، وذلك لسبب أنه أحزام نقل الأمتحة السير اللي ينقل الجنط عطلان. هذا الشيء اللي اضطر المسافرين أن ينتظرون ساعات بداخل مطار بغداد الدولي بانتظار حقائبهم وأمتعتهم، واللي يخلي بعض المسافرين ينفجر غضباً بوجه اللي يشتغلون بمطار بغداد. خلونا نشوف. هي الحزام ما جنط، قال عالم صالة ساعة واقفة على الجنط وماكو. اللي شاف هذا الفيديو وشاهده وتابعه، السير او الحزام هذا دا يشتغل دا يفتر. زين شنو سبب التاخير؟ لازم يحجون. يطلع مدير مطار بغداد، مدير فني، رئيس قسم الصيانه، ويقول لهم للناس يا بعدنا 1 2 3 4، يحولهم على غير مكان. يا بجنطكم المفروض تطلع من هذا الجهه، ما نقدر نطلعها، اكو خلل فني جوا فوق باي مكان، روحوا استلموها من المكان الثاني. أما تخليهم ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة ينتظرون، هاي مشكلة. نروح هسه إلى مطار النجف اللي لحد هاي اللحظة من يوم اللي انبنى واشتغل وبلش يشتغل وصار مطار، ما حد يعرف هذا المطار يعود لمن ومنو هي الجهة اللي مالكة هذا المطار أو المسؤولة عنه. ركاب واحدة من الطيارات والرحلات اللي موجودة على الخطوط الجوية الإيرانية تفاجأوا إلغاء رحلتهم، وطلبوا من عندهم أن ينزلون من الطيارة ويتحولون إلى طيارة ثانية بأجواء كلها فوضى، عدم وجود لأي نظام وعدم احترام للمسافر. خلونا نشوف. يلا نزلوا نزلوا، خل ينزل، نزلوا اخوانا نزلوا. هاي المشاكل اللي موجودة بالمطارات، الفيديو يبدو انه اكو خلل بالفيديو الثاني ما ظهر اللي هو من مطار النجف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات خصوصا في مطار النجف علقت على هذا الموضوع. ثريا صباح من فيسبوك علقت جراج النجف مو مطار النجف. اما سندي مظهر العجائب، العراقيين وين ما يروحون مشلوعه قلوبهم. وحسنين ابو امير، الطيران الايراني اغلبه قديم خصوصا اتا وتابان، المفروض ما حد يحجز عليهم لان ما مجبورين، اكو هواي شركات احسن منهن. شروق الشمس، هاي مثل مره حجزنا على اساس الطائره تنطلق الساعه 5، تالي للوحده الظهر
يلا اجتي الطائره، وكانت هاي تعليقات الناس حول قضيه المطارات ومشاكل المطارات وقضيه البلاوي اللي تصير بداخل المطارات بالعراق. المشاكل اللي تصير بالمطارات مو جديده. تمطر الدنيا بالشتاء، صالات تغرق، طياره تطير ما بها تبريد، طياره تطير من البصره لبغداد ويقولهم لا تديرون بال احنا راح نطير ناصي لانه ما بها تبريد او بها خلل فني، او طياره راكب طاير بها على طياره متوجه الى اوروبا ويتفاجئ انه هو نازل بمطار النجف، بقدره قادر التكت مالته اللي يروح لاوروبا ودال النجف، شلون ما حد يدري. مطار النجف طياره تلغي نفسها وراها يقول لهم انتم لغت احوالكم. ابو مريم من النرويج حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وقناتكم الموقرة. بخصوص هذا الموضوع حبيت عندي كم تعليق صغير. السويد نعم. نعم بالدرجة الأولى الشركات الأمنية اللي تستنزف المواطن أو المسافر اللي هي أنت ممنوع تدخل إلى المطار إلا في سيارات تنقلك إلى داخل المطار يعني، ولما ترجع وأنت داخل العراق لازم هذه السيارات أيضا تنقلك إلى خارج المطار، وبالنهاية هذه دفع فلوس وأنت رايح وأنت جاي. مثلا عندنا مطار النجف قبل فترة كان كل يعرف وسمع المشاكل اللي صارت بين الأحزاب حتى لحمايته وتابع لمن، بالإضافة إلى هذه كل يوم يعني مشكلة شكل بالمطارات، كل يوم الناس تتأخر، الطائرات مثل ما تفضلت حضرتك يكون مسافر إلى بلد ينزل بمحافظة ثانية، السرب الطائرات العراقية في بعضها سرقت وراحت إلى شركات أخرى تابعة لأحزاب أخرى. نعم. فيعني الوضع كما هي الحكومة، هذا وضع المطارات ووضع الخطوط الجوية العراقية يعني للأسف من 2003 ولغاية الآن، والحال من سيء إلى أسوأ. وأصبح رديء جدا على كافة المجالات والمفاصل، وهذه يمكن يعني أعتقد بالدرجة الرئيسية من فترة تحويل الميزانية العراقية من ميزانية استثمارية إلى ميزانية تجريبية، بدأت تحل هذه المشاكل علينا، لأنه خلاص كل الواردات العراقية صارت تذهب كرواتب، والدولة ما عندها ميزانية تشغيلية تدعم المجالات كلها يعني حتى البطالة وغيرها وسوء التعليم، وهذه كلها سبب أنه خلاص ماكو فلوس، الصادرات اللي تجي تروح رواتب وخلاص الدولة فلسوا، وكل سنة في عجز يعني هذا سوء تقدير. عدم تخطيط، وزارة التخطيط يعني خلاص ما في أي رؤية للمستقبل، والمطار حالة أي دائرة حكومية أخرى. شكرا لحضرتك. شكرا لك أبو مريم. نعم يا واحدة من مشاكل العراق، هي مو واحدة من مشاكل العراق، هي جزء من مشاكل العراق أنه ماكو ميزانية صحيحة، لأنه ما عندك جهة اقتصادية تنظر إلى الاقتصاد العراقي بشكل صحيح حتى تتعامل ويا الميزانية بشكل صحيح، لأنه العراق منقوص بشنو؟ أنت لما تعتمد على النفط والزراعة ميتة والصناعة ميتة والتجارة ميتة وكل شيء ميت عندك بهذا البلد، فأنت شلون راح يعني توثق ميزانيتك بصورة صحيحة؟ أبو عمر من الناصرية ويانا حياك الله. السلام عليكم استاذ أثر عمي، شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة هاي الحزاب هاي المنشآت القذرة ما خلى شيء بالعراق، لا مطارات لا زراعة لا دراسة، كل شيء ما خلت عندنا، حتى الماء حتى الماء حتى شيء حتى الماء ينشفوه الجماعة. لا ترجعوا معكم شيء، اللي يسمعوني لا ترجعوا معكم شيء، ذولا ميليشيات عفنة، ذول مال قتل عصابات، ذولا أنا قتل وتهجير وتسريب بكيف دمويين، ذولا أصلا مو مال بلاد، ذولا مو عراقيين، خلي يسمعوني هم، ذولا مو عراقيين عمي أبد، ذولا مو عراقيين، ذولا أباش، ذولا تتر، ذولا والله العظيم ذولا تتر، يروحون في دول التتر عمي، ذولا عمي ذولا تبعيد الدول، دول أجندات دول خارجية، دول شو تأمل معكم أنت؟
عم لا تمنع عندهم شعب العراق، لا تمنع عندهم شيء ذولا. نعم. ذولا هذا اللي تهجير وقتل وتسليب دمويين اصلا ذولا اجوا، حطموا العراق والله العظيم برمته، زين حطموا البنيه التحتيه، من الله ينتقم منكم ان شاء الله. ايش سويتوا بالبلاد؟ هذا كذب، رئيس وزراء كذب، رئيس جمهوريه كذب، كلهم يكذبون. يعني ما ابي ما يعني ياتيك الله مع الاسف ثقه ما يعني هم ما عندهم ثقه. نعم. عمي أفل اسمعني خلي يسمعوني، هم ما عاد انتقل ذولا، هم شنو ذولا؟ ذولا حثالات، ذولا أكبر حثالات ذولا. نعم. قالوا لا ولا حثالات على المجتمع، زين خلي يسمعون الشعب العراقي. لا محافظ بخير، لا رئيس دولة بخير، لا رئيس وزراء بخير، كلها تشدد كل ما يقعدون يسوي يا اللي يسوى علينا الهور، عيني الهور ما نقول سوى خواشي، هاي طبعا متعلمين. عيب عليكم، استحوا شوية، استحوا هذا بلادكم، استحوا شوية، اوعى خليك ضمير ضمير ضمير، هذا الضمير الضمير لا ينباع ولا يشتري، زين انظر لبلادي، انظر الشعبي، على انا على صدق انا رئيس وزراء، زين عم نافك تسمعني؟ نعم. زين خلي يسمعون هم، زين انظر الشعبي، حطمت الشعب عيب. لا من يعني ايش خليته؟ كل شيء ما خليته، يعني والله صرنا ضحك، يعني صرنا ضحك للدول، زين يعني والله العظيم يعني هاي افريقيا التعبانه كنا انقس من عتها من وراكم، عيب عليكم عيب. انا انت عراقي تقول تدعي بعراقي، تقول انا عراقي، زين ادير طالع على بلادي، اكل بلادي بسنون عضه، عض شعبي، هاي شنو جاي تلعبون فيها انتم؟ جاي تلعبون بالفلوس بالسلاح، والله العظيم رب الاغتيالات، ما يعني مشكله انتم مشكله، زين الله شاهد يعني مشكله، يعني الله ينتقم بعدكم، الله ينتقم معكم ان شاء الله. نعم. بحق محمد والي محمد. نعم. الله لا يوفقكم ان شاء الله. نعم. شكرا لك ابو عمر. مشاهدينا الكرام، نطلع من قضيه المطارات ونروح الى الواقع الصحي المتردي في العراق وتهالك المستشفيات الحكوميه واهمالها من قبل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق من عام 2003 وحتى هاي اللحظة. تخيلوا مستشفى البصرة العام يوقف فيه المصعد ويجبرون الناس أن ينقلون مرضاهم بديهم بالبطانيات لأن المصعد عاطل وانترك رغم المناشدات، حتى جو شباب اثنين صغار تطوعوا حتى يصلحون المصعد ولقوا أنه السبب كان بسيط وتافه وما يحتاج كل هاي الفترة أن ينترك وينترك إلى ساعات والناس تتعب وما حركت إدارة المستشفى أي شيء. ليش؟ لأنه مهملة إلى هذا الموضوع. خلونا نشوف مستشفى البصرة العام. بعد ساعة انتظار مستشفى البصرة العام بالعناية المركزة، نخابر المدير، نروح للأطباء، المصعد عطلان وهاي الناس محتارة، مرضاها الناس ميتة، عناية مركزة. الحادث اللي صورناه قبل قليل بمستشفى البصرة العام، عطل المصعد مال العناية المركزة، هسه هم ساعة واحد يقول من الصبح، الكادر التمريض يقول من الصبح، الكادر الصيانة يقول من 8، شخص واحد لقينا بي صيانة صعدنا، قال والله أنا مشغل تعذروني ما أعرف، صعدنا ولد 2 من أولادنا ذول اللي هم قدامكم، سويتوا له محمد؟ مو مهندسين، ناس كهربائي. شنو لقيتوا بي؟ فيز مقلوب، فيز ولد ثاني ما يشتغل، مجرد بس قلبنا وايرين واحد من المكان الثاني شغلنا المصعد. عبد الله شنو لقيتوا بيه؟ فيز مقلوب يعني ما بي اي شيء. ايش قد طولتوا بيه؟ ما طولنا حتى 5 دقائق. خلي يسمع العالم باسره، العراق خلي يسمع العراق، العالم الدنيا خلي تسمع باسرها، العراق باي ظرف يمر وشنو الناس اللي جاي تتحكم بالعراق. والله مع الاسف شباب 2 اجوا بدلوا فيز او عدلوا فيز، منين يجيبون قطع غيار؟ ما عندهم، مجرد عدلوا فيز وصيانه من ما ادري من 7 من الصبح من 8 كل ساعه روايه، كهربائي اصلا بالمستشفى ماكو، خفر ماكو. ها اسمع، كهربائي خفر غير اكو موجود، مستشفى ايش قدها وايش كبرها. هاي كارثه لما تحكي عن مستشفى البصره العام وما بيها قسم صيانه موجود بالمستشفى، لانه تحدث الاعطال في اي مكان بالعالم، مو ما تحدث، لكن اكو قسم يشتغل عليها. اضافه الى ذلك فيز مقلوب، هاي شلون؟ ويجون 2 من برا المستشفى يصلحوه، واحد يلزم إدارة المستشفى ويقولهم عاشت يديكم والله على سويته.
مقطع ثاني عندنا موجود ويانا يعني من مستشفى اليرموك. هذا ردها مال طوارئ مال عمليات، ما طوارئ خلينا نقول بمستشفى اليرموك، ابيها مصيبه. تعرفون شنو الغريب اللي موجود هنا بمستشفى اليرموك ببغداد؟ السبلت، جهاز السبلت او التكييف اللي نحطه ببيتنا، كل العالم او بالمؤسسات موجود، كل العالم تعرف انه هذا الجهاز هو عباره عن قطعتين، قطعه داخليه وقطعه خارجيه. لما بالصيف تفتح تبريد، الداخليه تنطيك هواء بارد والخارجيه تنفث هواء حار. فانت تخيل لما تشد القطعه الخارجيه بنص هاي الصاله، فشلون يصير الجو اصلا بفصل صيف؟ خلونا نشوف. لكم عمي مو راح اتخبل، والله راح اضرب نفسي طلقه. اللي يعيش بالعراق الا ينتحر. طوارئ مستشفى اليرموك خالين القطع الخارجيه مال السبالت على المرضى، على النايمين، على الثدييات. لكم بيا دوله اكو شيء بيا دوله بس صردفتهم. فتتخيل غرفة الطوارئ اللي بمستشفى اليرموك، تودي ابنك أو أخوك أو زوجتك أو بنتك أو أمك أو أبوك إلى طوارئ مستشفى اليرموك، واحدة من أكبر مستشفيات العاصمة العراقية بغداد. الطببة إلى الطوارئ ما يموت من المرض، ما يموت من قلة الدواء، يموت من الحر. ليش؟ لأن القطعة الخارجية مشدودة جوه، واللي بالغرفة الثانية متنعم بالتبريد، لأن احتمال هو مدير المستشفى، رئيس قسم، يتبع إلى فلان وعلان وابن عم فلان بالتيار وابن أخ فلان بالإطار وابن ما أعرف منه بالما أدري وين، فهو متنعم بالتبريد. أما المواطن اللي طب للطوارئ طب مرض، لأنه هو جاي مستشفى، ليش يريد هواء بارد؟ عفو. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من فيسبوك ماهر أبو حيدر الطائي يقول: الله ينتقم من كل ظالم، ظلم هاي الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خالد السعدي: وزير الصحة شوف مستشفيات وزارتك وتابع النواقص اللي بيها، لو الفساد نخر بيهن، المرضى تعاني من نقص الخدمات والأدوية. حسام الباش: حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لوين نوصل بعد؟ وميزانية 140 مليار دولار وين ودوها؟ علي العراقي: وضع الصحة صفر صفر صفر. لا بالعكس أخي علي، وضع الصحة بالعراق ما دون الصفر هو في تراجع مستمر. لأنه لما تحكي عن الصفر، لما تكون أنت ما عندك شيء وما عندك إمكانيات، لكن في بلد مثل العراق بإمكانياته المهولة واللي دا يعتمد على جانب واحد بس من جوانب العراق حتى يوفر أموال، يوفر ميزانية، يوفر رواتب، وناس الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والعمالة والبطالة، وذن كل الناس هنا ومعتمد لك بس على النفط، وده يعطيك ميزانية 140 مليار دولار مثل ما قال أحد المعلقين. فهذا بلد عنده خيرات هواية، فما يحتاج الناس تشتغل بالزراعة، وما يحتاج الناس تشتغل بالصناعة، وما يحتاج الناس تشتغل بالتجارة. يحتاجون الناس يقعدون ببيوتهم وتجيهم الرواتب ليومهم، طبعا هاي اذا اكو رواتب، لان هي ماكو اصلا. والحكومه شو تفكر؟ تطبب لك كريستال وباقي انواع المخدرات من دوله الارجنتين الشقيقه الجاره، حتى شنو؟ تعطيهم الفلوس مرت الاخ. مع الاسف هذا هو حال العراق. لما تباوع جهه طب بغير مكان، تلقى المكان الثاني، المكان الأول نفس الشيء، مطارات، مستشفيات نفس الشيء، هاي بيها تهالك وهاي بيها تهالك، خدمات نفس الشيء. حكينا عن الخدمات، نطلع من تهالك القطاع الصحي ونروح إلى الخدمات، وهي مشكلة العراق الأبدية. أحزروا شن هي؟ الكهرباء، عافية، واللي عجزت كل حكومات الاحتلال اللي تعاقبت على حكم هذا البلد على حل مشكلة الكهرباء. لا، واستوردوا محطات توليد طاقة كهربائية بالغاز، والعراقي حرق غازه، ليش؟ حتى يستورد من الجارة الأرجنتين الغاز، رغم المليارات اللي انصرفت واللي انسرقت من هذا القطاع. ناشط من محافظة ديقار يحكي بعصبية وبغضب. أبو خالد من الأنبار، حياك الله.
حياك الله يخليك أستاذ العزيز. احنا عندنا رواتب مدخرة قبل تحرير المناطق الغربية. فكان يوعدونا بأنه هاي رواتبكم توقفت من 1/7/2015. وقالوا هذه ما نصرفها إلا بعد التحرير. الآن انتهى على التحرير 6 سنوات وإلى حد الآن نطالب بيها ونريد منها. نواب يقولون إنه هذه انصرفت وأكلوها جماعة. نواب يقولون يعني شغلات تعرف أنت معرقلات. وإلى حد الآن بس نريد نعرف يعني الطريقة اللي نصل به إلى استحصال حقوقنا ما جاي نعرف. رواتب التقاعد لو شنو؟ لا 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 العفو رواتب مدخرة مع الموظفين مستمرين بالخدمة. رواتب مدخرة إلى موظفين مستمرين بالخدمة. زين يعني أنتوا أكيد تحكوا على أكثر من قطاع كهرباء ما أعرف وين كل واحد يشتغل بمكان. العفو أنا أحكي لك عن قطاع الكهرباء يعني لأنه إحنا موظفين بدائرة الكهرباء بمحافظة الأنبار ومستمرين بالخدمة لكن عندكم رواتب لحد الآن ما مستلميها. نعم. الوزارة شو تقول؟ الوزير شو يقول؟ المدير المالي مال الوزارة شو يقول؟ مدير الدائرة اللي بالمنطقة اللي أنتوا بيها شو يقول؟ مدير الدائرة بالمنطقة أقول لك أنا شغلة صعد أسماء وبعد ملي على قبل الموضوع. زين هناك بالشركة عندنا مندوب يراجع يقولوا له أول أيام العام يقولوا له والله هاي مصروفها ورايحة وإحنا بعد ملي على قبل الموضوع. ظلنا نتابع بعدين والله شغلة التدقيق الأمني وما تعرف السوالف هذه. التدقيق الأمني أصبح يعني مثل ما يقول من الماضي لأنه الناس دوامت بوظائفها وما ظل أي مثل ما يقول أي مؤشر على أي موظف إلا هو معروف. زين أنتوا رواتب المدخرة لليوم مدى تستلمون لو عندكم فترة من الزمن ما استلمتوها وساعدكم رواتب هي أستاذ من واحد 7/2015 ما انصرفت. أنا ليش سألت هذا السؤال أبو خالد؟ أنا ليش سألت هذا السؤال؟ ورا ما تحررت المدينة ورجعتوا على رأس مهنتكم ورأس عملكم وراها استلمتوا رواتب لو بقيتوا ما بتستلمون لا استلمنا أوكي وصلت لي المعلومة. شكرا لك أبو خالد. أبو خالد يقول إنه إحنا في فترة اللي تم السيطرة على المدينة بسبب تخاذل الجيش العراقي أولا وهروبه أمام تنظيم إرهابي ما نعرف من وين إجي وسيطرة هذا التنظيم بعد خروج الجيش بالدشاديش على ثلث العراق يقول عندنا رواتب مدخرة ما استلموها هسه يقولون عندنا تدقيق أمني وغيرها من الأمور. لكن السؤال اللي ينطرع هنا وزارة الكهرباء أو دائرة الكهرباء اللي موجودة بالأنبار واللي يشتغل بها أبو خالد وغيره من جماعته من سلمتهم الرواتب وراها دققت لو ما دققت؟ إذا دققت وشافت أنه ما عندهم شيء وطتهم رواتبهم القبل ليش عفى الله عنها؟ ليش نسيتوها؟ ليش أكلتوها؟ ليش خمطتوها؟ جاوبوا على هذا السؤال. نرجع إلى مشكلة الكهرباء أو بعدنا بمشكلة الكهرباء أبو خالد همينة كان يحكي عليها. بمحافظة ذي قار ناشط هناك يحكي بغضب بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينته لأكثر من 24 ساعة بقضاء الشطرة وبشكل غير منتظم. خلونا نشوف. بالعباس ملينا ولعبة رواحتنا وظلينا حتى ما نخلق نجي طال الكهرباء ونحكي عليها ونطالب بالعباس. درجة الحرارة 50، الحموضة واصلة للستار، لا كهرباء لا جدول بخير لا وقت مضبوط وظالين احنا من ذاك الزمن لهذا الزمن. اجا سوت كهرباء من السوداني ورجع لورا بك ولا المدراء ذولا مال كهرباء مال محافظات بالعباس كلها مشرفة وحق هذا الله كلكم مشرفة وكلكم بيوتكم بها كهرباء وبها مولدات وحتى عارف المناطق اللي جاي يشغلونها اللي هي بها بيوتكم بس بالعباس حرام عليكم هاي الماء اللي تشربونها. هاي من محافظة ذي قار. أما إذا طلعنا إلى محافظة أخرى وهي محافظة النجف عندنا ناشط آخر ينفجر غضب على الحكومة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بوسط هاي الأجواء الحارة في منتصف العراق واللي ديمر بها البلد واللي وصلت الدرجات به إلى أكثر من 50 درجة مئوية في النهار. خلونا نسمع. الله وبركاته سيدنا
تقول الحكومة الإطار تشكلت مباركات الحسين عليه السلام وبأنفاس الزهراء. الحسين مات مظلوم يا خالي عزيزي، الحسين مات هو وعياله وقدمه من أجل الحق ضد الظلم. اليوم العراقيين تدمروا من الأحزاب، العراقيين ماتوا تعذبوا هلكوا، انسرقت أموالنا، ماتت أولادنا بالتظاهرات. يا سيد الحسين الحقيقي اللي احنا وراه، مو الحسين اللي يسالفون عليه بالمنابر كذب بكذب. يا سيد خالي كهرباء ماكو، وانت عندك كله كواتم وبركنز، ومتنا ساعات صاله تفور بيوتنا وانا واطفالنا. سيد انت تسبح مايورا وولدك ببريطانيا وبلندن، وماي ماكو شرب صار لنا اسبوع. يا سيد شوف صار لنا اسبوع وانت تسبح وتغسل مايورا. يا سيد هذا الحال في محافظة النجف، أما في محافظة القادسية ومن مدينة الديوانية تحديدا اشتكوا المواطنين انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم يوم وأزود شوية بسبب العطل اللي موجود بالأسلاك اللي تنقل التيار الكهربائي. رغم مناشداتهم ورغم الشكاوى اللي قدموها، لكن أي حل أو أي بادرة أو أي جهة من الكهرباء تجي تصلح لهم الوايرات لحد الآن ماكو شيء. خلونا نشوف. من نحكي وقول الصيانة يراد لها صيانة، والشكاوي يراد لها شكاوي، والنايمين ما ندري وين ماويين. هذا القاطع فوق شوفوه من البارحة واليوم خلف البلدية القديمة. عمي ايش قصر الكهرباء بعدكم؟ البارحة واليوم ماكو. ايش قصر له؟ عمي كرار بدون هاي، ايش قصر الكهرباء؟ من البارحة واليوم ماكو. من البارحة واليوم. جد خابرتو؟ اسمع يا مدير الصيانة، اسمع يا مدير الكهرباء، اسمع يا أمة محمد، اسمعوا كهرباء من البارحة واليوم ماكو. وهاي البلدية القديمة، وهاي شوفوها الفوق هاي، ولكم هي تشكة واحدة على قولتك ويضم تشكة ترجع الكهرباء، ولكم ما تخافون الله. لا ما يا باردة لا هو يلا، لا ما يبارد لا هو، ولكم ليش ما تخافون من الله؟ مو وراكم. هذا حال العراقي في فصل الصيف، يعاني من الكهرباء ومن أزمات هواية. لكن هاي الأزمة مو ما يعاني من أدها بالشتاء، لا هو همنا يعاني، لأن همنا ماكو كهرباء، وجت الوطنية وراح أبو المولد وإجي أبو المولد واشتري أمبير ودفع حق أمبير وغيرها وغيرها. لكن بالشتاء المواطن ما راح يحس بالحر، لأن درجات حرارة برا شوية بها برودة، بس يعاني من المطر والمي. أما بالصيف ما يعاني من المطر والمي، لأنه معروف العراق بالصيف ما تمطر بيه الدنيا. لكن أكو بلدان أخرى، تتخيل هذا البلد لو الأجواء ما تمثل الأجواء اللي موجودة في ماليزيا، وعدهم مواسم مطرية طيلة فصول السنة، شو راح يصير بالبلد؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك عبد الله العراقي يقول كل اللي قاعد يصير بالعراق تتحمله حكومة الإطار الإيراني وأحزابها. عقيل الحكيم يقول كل الأحزاب السياسية هي دكاكين للفاسدين، والحكومة مخرجات أحزاب وتيارات فاسدة. رحيم أبو عباس المسؤول لو مقطوعة عند الكهرباء كان حس شوية بالناس، بس ما يدري اشتعلت لو طفت مجرش، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلي الشمر يقول الماي الكهرباء النفط، القرار من يصير بيد العراق تتوفر هاي الخدمات ويرتاح الشعب. أما هسه ما يتوفر وتبقى هاي الأزمات مستمرة طول العمر، وإذا توفر منهن فجزء بسيط حتى ما توصل 25%. القرار خارجي مستحيل نرتاح. وكانت هاي تعليقات الناس حول هذه القضية، هي قضية انقطاع التيار الكهربائي عن البلد وانقطاع مستمر لأيام وأيام. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يقول ما إلى استجابة، المناطق الشمالية الغربية شو ما يحتاجون على الكهرباء؟ هل يصير عندهم كهرباء وإحنا ما عندنا؟ لو بس إحنا يعني هاي اللي إحنا ما عندنا، يعني أنا يوم سكرت على 500 أبو علي، أبو علي ولا مولدة. أبو علي انتظر إجابة هذا السؤال من المتصل اللي وراك إن شاء الله. بس خلنا نكمل. إيه يعني أنا اليوم سكر 500 لا كهرباء ولا مولد، الله كفيلك صار ستة أم نايم.
ثلاث ايام صار لنا ما نايمين، ويجيك راس الشارط المليون مال كهرباء. والله يا سيد مقتدى انت حطيت نوابك على الصحه والكهرباء، رجعتنا قرنا ورا، رجعتنا ما قبل النبي الله ابراهيم. والله هاي عصاباتكم كلها حطيتوها بيها. كلها حطيتوها بيها، والله العزيز عصاباتكم انتم اللي اصلا تقولون احنا من الشيعه، لا والله عمتكم ما جت اجت وغضب على الشيعه. اللي باع القصور، واللي قطع الكهرباء علينا، واللي باق الصحه، شو جاكم انتم قدام الدول؟ زعماء انت الدوله ترضين الزعماء وتعيش لنا 40 مليون نايمين بالحار، والله بالديوانيه هذا شو ما كلها تجي للديوانيه؟ الله وكيلك انت صح وانا ما ظل بالديوانيه. نعم. يعني وين تروح؟ لا كماي وتسبح بي وتبرد جسمك، ولا كهرباء. والله سكر 500 يوم صعد الضال، الله وكيلك من الحر. نعم. جزاك الله خير. شكرا شكرا لك ابو علي. همينا ابو علي بس من ابو غريب، حياك الله يا ابو علي. الو الو ابو علي من ابو غريب يا طيب. والنعم منك ومن اهالي ابو غريب يا طيب. والله والله انت طيبين والله يا عمي. والله يحفظهم وسنا حارس الظهر ان شاء الله بجاه النبي محمد. سلمك. بس يا عمي كهرباء موتتنا تموت. نعم. كهرباء موتتنا. نعم. ان شاء الله مثل ما دعا عمار الحكيم عليهم بالجندر، ان شاء الله ان شاء الله واحد يفعل بالاخر هاي الحكومه، ان شاء الله يصير الجندر صحيح على الحكومه ان شاء الله. مو عمار الحكيم خلي يستخدمون الجندر، ان شاء الله بيناتهم واحد ينفخ بالاخر. الله لا يوفقهم وبجاء النبي محمد. نعم. والله طيب. نعم. اي والله ابو غريب اللي كانت احسن منطقه بالكهرباء. ان شاء الله ادعي لهم مثل ما دعا عليهم عمار الحكيم. ان شاء الله ينصابون بالجندر. واحد يفعل بالاخر ان شاء الله. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو علي. محمد من تركيا حياك الله. الو الو كيف حالك استاذ؟ نحمد الله على كل شيء. انت شلونك؟ الله يحفظك ويطول عمرك. يسلمك استاذ. انا بالاصل بالمدينة الديوانية. نعم. ولكن بالاصل انا بالمدينة الديوانية. حياك الله وحيا الله اهالي محافظة القادسية كلهم. الله يحييك ويحيي اصلك ويحيي جميع العراقيين الشرفاء من شمال الوطن الى جنوبه. يسلمك ربي. استاذ هي مختصر الكلام، احنا بلد متعدد القوميات والطوائف من كل النواحي، انت ما معقوله تفرض لي قانونك تسوي قانون ايش على اساس انه جميع المواطنين شيعة او جميع المواطنين سنة. الاسلام السياسي دمار حضرتك اقول لك عن الاسلام السياسي. شوف شنو اللي صار وشنو اللي جرى علينا هاي السنوات كلها بالآونة الاخيره. نعم. وحتى كثير من الناس ألحدت بسببهم والله العظيم. هاي لها جوانب هوايه استاذ محمد، لكن انت حكيت كلمه حلوه بالبدايه، قلت العراق مكون من عده طوائف. نعم. ومو بس طوائف، بطوائف واديان وبعرقيات وباقليات يعني هاي اللي كانت يعني تسمى الفسيفساء العراقيه. نعم. يعني نعم. الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. نعم. من ولك مالك الأشرع على مصر قال لا اعلم يا مالك ان الناس صنفان، اخ لك بالدين او نظير لك بالخلق. نعم. وانت اليوم تشوف سياسة التهجير الطائفي وسياسة سياسة الفرض وسياسة الميليشيات المتواجدة وتمثلون واللي يدق أكثر يمثلون باسم الحسين وباسم علي وباسم أهل البيت وأهل نعم. البيت وعلي وكلهم براء من حيش نماذج. نعم نعم نعم. يعني الفترة تصل الكلام من الديوانية نفس الرجال اللي اتصل قبل شوية أبو علي. والله يا أستاذ والله قبل طبعا 6 سنوات سافرت ماكو عيشة زينة أبدا هناك. نعم. في حين هي كانت معروفة بالزراعة وبال يعني مو يعني يعني ماكو مكان بالعراق من الفرة من شمال ماكو مكان فقير، وهذا حالنا. والله أهم شيء ترضى علينا إيران وغير إيران. نعم على العموم. شكرا لك أخ محمد. نعم صحيح، يعني العراق في عز أزماته، الحصار الاقتصادي الجائر من عام 90
تحديدا شهر آب سنة 90 إلى 2003 بهالدمار هذا، والعراق ممنوع يستورد كل شيء، كل شيء ممنوع يستورد كان. بالمقابل متصدر العراق أو متربع العراق على عرش تصدير التمور بالعالم كله. ليش؟ لأن عندك نخيل. بالمقابل كانت عندك شركات تشتغل، معمل طائرات بالديوانية، معمل أدوية سامراء، معمل سيارات بالإسكندرية بمحافظة بابل، شركة الجلود العامة، عندك هواية هواية مصانع تشتغل، مصانع تعليب كربلاء، الصلب والحديد، معامل ألمنيوم، هواية معامل، معمل خياطة النجف، معمل النسيج، معمل السجاد، هواية هواية. إذا تردون تفكرون بالمعامل فعلياً فوق 5000 معمل، ومعامل كبرى وكانت شغالة بالحصار، وكان العراق عنده شبه اكتفاء ذاتي. لكن خلص الحصار وخلصت الحرب وخلص الاحتلال وجت الديمقراطية وانشال الحصار والطيران رجع والناس قامت تستورد وتجيب وتحوط، وتفاجأ العراق أنه بزمن الحصار أفضل من هالزمن، لأنه ما عندك زراعة، ما عندك صناعة، ما عندك تجارة، عندك منتج يجيك من جهة واحدة بس، أو أغلبه يجيك من جهة واحدة بس وبأغلى الأسعار. بالمقابل أنت جاي تخسر سنة عن سنة عن سنة لحد ما وصلنا لهذا الحال. طبعاً اللي تابع حلقتنا قبل يومين شاف هذا المجسر، هذا المجسر بمحافظة الدقار اسمه مجسر الإسكان. الناس وهذا الناشط تحديداً صور وطلعناه وقالوا أنه وقف العمل بي وجوي اشتغلوا بي وراها وقف أسبوع، إذا ما جوي اشتغلوا بي مرت اللخ راح انصعد من الموقف. رجعوا اشتغلوا الحمد لله والشكر اليوم بهذا المجسر. لكن المفارقة أنه ماكو مهندس مختص، غياب تام إلى دور الحكومة والدور الرقابي. لكن تعرفوا منو دا يراقب؟ هم الناشطين أنفسهم بوسط تساؤل شنو هو الدور الحكومي وشنو هو الدور الرقابي إذا الناشط هو اللي راقب. خلونا نشوف. أخواتنا أهالي ديقار اليوم من مجسر الأسكان، أكثر المعرقلات كانت بسبب الأبراج، الأبراج الخمسة لا ظل ولا مسؤول، ما أجا هنا وما صارت. هسه أخوانا أستاذ علي، أستاذ علي مو؟ نعم أستاذ علي موجود، هو والعمال مالته شركة من البصرة جو، ومن اليوم بلشوا راح يشتغلون الصبح وعصر وليل، وإن شاء الله أعطانا مدة زمنية شهر يكملون، مو صح؟ أنا رجال مو موظف عندكم بالدولة، أنا رجال مواطن عادي، مثل ما جاي نطلع على المشاريع أطلع، أنتم مسؤولين، أنتم تابعوا، أنتم مثل ما تقول شغلة قانونية، أنتم خليكم على المتابعة من المحافظ للنواب للجنة المتابعة، كل مسؤول هنا بالناصري أنتم تابعوا. يعني أنا ما أقضي هنا من بالمجسر واشتغلوا ورجع أحسان ووقفوا، أجى أحسان واشتغلوا، ما يصير. أنا مو مسؤول عندكم، أنا رجال مواطن، خلونا نخدم محافظتنا. وهاي رسالة للمهندس والمقاول مال المشروع، عمي رسالة إلك، أنا أحسبني مثل ابنك، تخدم الناصرية أنا أخليك على رأسي، ما تخدم هاي رسالة إلك عمي. أسمعني أسمعني فدوة، أنا مرة ثانية إذا توقف الشغل بطل بنزين على لبسي أنا وياك وأحرق وعلي وياك. هذا ممكن عقله يريد المهندس او المدير مثلا او ابو البلديه يشتغل هسه يباوع عليه، باع هذا يريدنا يشتغل بالحار وين بذيقار، ما يستحي هذا، خلي يروح هو يراقب. مع الاسف عراقنا هيك صار. نروح الى محافظه القادسيه، عندنا فيديوهات اثنين، هذا والورا اثنيناتهم من القادسيه، تحديدا هذا الفيديو من قضاء افتش، تم نصب جسر جديد على واحد من الانهر لعبور المشاة، لكن نفس شكل الجسر القديم، نفس حجم الجسر القديم، والمفارقة أنه الجسر القديم اللي شالوه أكثر سمك وقوة ومتانة من الجسر الجديد. فالتساؤل اللي انطرح هنا شنو الفائدة من هالجسر، وليش تبدل أصلاً إذا القديم أحسن من الجديد، وشنو المبلغ اللي تم سرقته لإنجاز هذا المشروع اللي وصفوه بالعظيم. خلونا نشوف أخوان الأعزاء. الآن من جسر مشاة سوق قضاء عفك الكبير، قضاء عفك محافظة الديواني، هذا الجسر اللي بدلوا أنه هو جسر صغير، نفس الشيء نفس النسخة ونفس الحجم، حياك الله، نفس الحجم ونفس النسخة، هذا اللي غيروا أنه شنو اللي تغير؟ نفس الشيء نفس الحجم، هذا حديد، هذا حديد، هذا القديم أفضل من عنده، وهسه راح تشوفون التفاصيل في الفيديو.
مثل ما تشوفون، مثل ما تشوفون أهالي قضاء عفك، هذا الجسر القديم، هذا الجسر القديم، هذا كونكريت، وهذا الجسر الجديد، هذا نفس الحجم ونفس النسخة، يعني ما تغير أي شيء. هذا الجسر اللي من إجا وزير الموارد المائية عون ذياب وشاف معاناة الناس هنا بالازدحام، والطانة هذا على أساس هدية، هاي الهدية، هاي الهدية. احتمال وزير الموارد المائية يريد يسوي لكم جسر سايد بسايد، كل واحد راحة واحد رجعة، على كيفكم وياه. نروح إلى مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية. هذا الطفل اللي ورايا طلع وطالب أن يتم تنظيف الشارع الرئيسي إلى مدينة الديوانية وسق الأشجار والشجرات الموجودة بالشارع بوسط الطريق حتى يخلون واجهة للمدينة حلوة قدام الضيوف اللي يزورون محافظة القادسية. خلونا نسمع. رسالة إلى مدير الماء والمجاري الديوانية سن زينب الديوانية قرب الجامعة، يعني بس أردفته، شي يصير عليكم لو تجيبونكم فتنكر من وتغسلون هذا الرصيف، تحطون النخا حتى تصير بيه جمالية، تغسلون الرصيف شوية حسا ذا يجيكم غيب مسؤول شي يقول عليكم. صدق على عينك، هذا الطفل ويحكي وياكم بهاللهجة، طفل طفح عند الكيل وحكي وياكم بهالطريقة هاي، يعني شوية خجل يراد لها. الناس علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من حسوني ديوانية، بطل حبيبي أنت أحسن منهم بارك الله بيك، كان استحوا طفل أحسن منهم. مزاحم مهدي يقول بكل العالم مصايره، جسر السوق مسوينا من حديد مال شرباية نوم، والله شربايتي مال النوم من نفس الحديد. محمد الأزرق يقول يعني نفس الطاسة ونفس الحمام كل من مالاته، والله وياك عبود. فهد أبو رفل الأسد يقول بارك الله بيك، والله إن شاء الله يكثر من أمثالك لخدمة البلد والمحافظة، بارك الله فيك. هاي كانت تعليقات الناس حول قضية الخدمات وتحديدا اللي شفتوهم بالديوانية وبمحافظة الديوانية. السادس إعدادي هو وسم تصدر ترند العراق اليوم وتفاعلوا علي العراقيين ويا الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي المؤهلة للطلاب دخول الجامعة أم البقاء في المدرسة. قبل أن نتطرق إلى الهاشتاغ ونقرأ التغريدات على تويتر، المدارس العراقية بتركيا أعلنت عن تسجيل الطلبة حسب الموقع الجغرافي للصفوف المنتهية، وقامت الجالية العراقية بتسجيل أبنائها كل واحد بيهم أقرب إلى المدرسة له، وأداء الامتحانات الوزارية للدور الأول بمدارسهم المسجلين بها. لكن الجديد، أصدرت وزارة التربية قرار أن تكون امتحانات الدور الثاني بأنقرة تحديداً، يعني خارج مدارس الطلاب الأصلية اللي تم اختبارهم بها وخارج مدنهم، وبعض المدن تبعد عن أنقرة 5 ساعات أو أكثر. هنا وهنا سيطرة قبل الدخول إلى أنقرة لابد من إذن سفر بحالة عدم الحصول الطالب أو الطالبة أو ولي أمرها، وبحالة الرفض من قبل دائرة الهجرة التركية خصوصاً إذا كانوا مسجلين على منظمة UNHCR. فهنا التساؤل، شنو اللي يسويه الطالب؟ هل فكرت الوزارة بالوضع المادي للطلبة بظل الظروف الصعبة وعدم وجود عمل لبعض العوائل وعدم وجود مصدر معيشي، وصارت الرقابة مطوقة بديون الإيجار أو الرقاب مطوقة بديون الإيجار والمعيشة وإصدار الإقامة والفواتير والأطباء والعلاجات وعلاجات الأمراض المزمنة لبعض العوائل؟ هل فكرت الوزارة بأجور النقل من وإلى واللي ياكل الطالب من يسافر، وشنو اللي راح يكلفهم السكن بالفنادق في أنقرة وتعب ومخاطر الطريق للطلبة على بعد ساعة أو ساعتين تبعد المركز الامتحاني عن المنزل مثل ما قرروا الذهاب والإياب؟ أولياء أمور الطلبة يطالبون أن تكون هاي القرارات قضية رأي عام، وأرسلوها إلى قناة الرافدين وقرينا لكم إياها مثل ما هم دازية، وحاليا راح نقرأ تغريدات على هاشتاغ السادس الإعدادي. علي البصير يقول نجاح طالب الصف السادس الإعدادي بمعدل عالي يعتمد بشكل أساسي على بناء الفرد النفسي، تشكيل شخصية الفرد وصحته النفسية والبيئة المحيطة بنسبة 80%، أما 20% الباقية للدراسة فقط. فأنا أحب أنقل هاي الأرقام إلى وزير التربية حتى يعرف شلون يستعد إلى المدارس والعام الدراسي الجديد. تقى ألف مبروك لطلاب السادس اللي نجحوا وطلعوا معدلات ترضيهم، واللي ما طلعوا بعد قدامكم فرص هواي، حاولوا تستغلوها، كل شيء مقدر إلنا ومكتوب، وماكو شخص يصير بالمكان الخطأ. هسه حتبدي حياتكم ومسؤوليتكم واتجاه أنفسكم واتجاه الناس، كونوا قدها أبطال.
أما محمد العبدلي يقول مبارك للطلبة الناجحين، هنيئا لكم وحظ أوفر للطلبة الباقين إن شاء الله التعويض بالدور الثاني. أما سامر، أغلب اللي طلعوا معدلات 100% و 99% من بيوت فقيرة وحالته المادية وحتى المعيشية تحت خط الفقر، فعلا الإرادة تصنع المستحيل. سيف من ذي قار معدل 89%، والأخوة حسين وعلي من ميسان معدل 100%. ألف مبارك لهم. هاشتاج السادس الإعدادي. رسائل الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز. العراق أصبح بلد عجائب، كل ما بني على باطل فهو باطل. من يدير مؤسسات الدولة الأحزاب الحاكمة ويقود هذه الدوائر أشخاص جاءوا بإرادة الحزب والمحسوبية، ومن هم ليسوا باختصاص، لأن الميليشيات هي التي تقود الدولة في كل المجالات، لأن ولائهم لخارج الحدود لا يريدون أن يبنون دولة. والإنسان كفوء ليس له مكان لخدمة العراق، يعزل وتحاك له التهم. ابن الأنبار تحياتي لكم. سرقة ونهب ممنهج لأراضي حكومية وتحويلها إلى أبراج سكنية تباع بأسعار باهظة الثمن. ورسالة أخيرة: السلام عليكم، مشكلة الكهرباء مشكلة، وكنت حاب أشارك بالبرنامج لكن لم يسعفني الوقت. فهد الشمري من فنلندا، حياك الله يا أخ فهد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم لهذا المساء انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله. انتظرونا بالموعد، في أمان الله.